ونتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال والتفاصيل مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا إلهام نمر، شكرا هبة حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. يسلط المركز الضوء على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يأتي بعنوان جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. وقد أظهر التقرير أن العالم ما زال بعيدا عن المسار الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، وأشار إلى أن تحقيق تقدم في تنفيذ هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة يعد أمرا ملحا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، خاصة مع وصول عدد سكان العالم لما يقرب من 8 مليارات نسمة في نوفمبر 2022. شهد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ووزير البترول طارق الملا توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بشأن تقديم الجهاز لخدمات استشارية للأعمال الهندسية والاشتراطات الفنية التي تطلبها الهيئة. يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبي باعتباره من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة والموقع الاستراتيجي المتميز. في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط بعدما سعي البنك المركزي الصيني إلى كبح جماح موجة التشاؤم المتصاعدة بخصوص سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام في البلاد. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى $84.29 للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7% إلى $80.23 للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.6% لتصل إلى $3.08 للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.62% لتسجل نحو $2.63 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انضم مورغان ستانلي إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام. جاء ذلك بعد سلسلة من البيانات المخيبة للأمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك. وخفض بنك جي بي مورغان هذا الأسبوع توقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8% من 5%، بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5%. تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار شح سوق العمالة. وأضافت وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت إلى 11 إلى 239,000 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع الماضي. أكد التقرير الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن الاقتصادات الأفريقية يمكن أن تساهم بشكل كبير في سلاسل الإمداد الدولية عبر الاستفادة من مواردها الهائلة من المواد التي تحتاجها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأسواقها المتنامية. وأشار التقرير الخاص بالتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى أن خلق بيئة مواتية للصناعات التكنولوجية سيساعد في رفع الأجور التي يقدر أدنى معدلتها ب $220 شهريا. أكد التقرير حاجة القارة الأفريقية لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة للمساعدة في سد فجوة الاستثمار الكبيرة في هذا المجال والتصدي للعقبات الأخرى أمام تصنيع لوحات الطاقة الشمسية في القارة. انخفضت صادرات اليابان في يوليو الماضي للمرة الأولى في حوالي 2.5 عام. أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تراجع صادرات البلاد
3% على أساس سنوي في يوليو، وجاء الهبوط بعد زيادة الصادرات 1.5% في الشهر السابق. أظهرت بيانات الوزارة تراجع الواردات 13.5% في عام حتى يوليو الماضي مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7%. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف في يوليو إلى أعلى مستوى خلال 6 أشهر. ارتفع معدل البطالة المعدل موسميا من جانب منظمة العمل الدولية للفئة العمرية 15 و75 عاما إلى 3.6% في يوليو من معدل مستقر في يونيو بلغ 3.5%. في نفس الشهر من العام الماضي بلغ معدل البطالة 3.6% أيضا، وكان هناك 362,000 عاطل في يوليو بارتفاع من 353,000 قبل شهر. ارتفع معدل البطالة الذي يطبق على الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما إلى 8.6% في يوليو من 8.3% في يونيو. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وهبة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.